انتم معا عيش صباحك مع لبتن مع مروان أدري وزهرة رب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وها قد وصل للاستوديو ضيفنا العزيز اللذيذ جدا 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 الفنان النجم الشاب كريم قاسم. ازيك يا كيمو؟ ازيك عامله ايه؟ صباح الفل. صباح الخير عليكي وعلى كل مستمعينا. ايوه اللي رايحين شغلهم. ايوه البرد اللذيذ. كريم جاي بردان قوي يا جماعه. انا مش بردان انا تمام على فكره. ايوه شايف شكلك عامل ازاي؟ بردان خالص بس يعني. بس ويعني لكل سكان 6 اكتوبر والتجمع وكده ربنا يكون في عونكم وفي البلاد بتاعتكم الغريبة دي. صباح الفل. انت عادتها ما بتصحاش بدري ولا ايه شكلك؟ ايه لا انا خلاص ده تاني يوم اصحى بدري وبفكر اخليه اسلوب حياة. مش كده؟ على فكرة البدري حلو والله، الشمس جميلة لما أنا تطلع. انا مستنيها يعني، انا متخيل هصحى بدري عشان الحق الشمس. أيوة. بدري بدري بقى ونبدأ يومنا. فين الشمس؟ لسه ما شفتهاش. هتيجي هتيجي ان شاء الله بإذن الله. خلي عندك امل. طب اقول لك ايه، مو ولا جلال مبدئيا؟ مبروك. والله يبارك فيك. تحب نديرك يا مو ولا يا جلال؟ يعني يا جلجل يا جلال يا مو يعني عجبك جلجل. الف مبروك مبدئيا على ليل خارجي. الله يبارك. والحمد لله على السلامه. احب اقول لك برضو عشان ده السؤال الاول بقى، انت كنت فين يا كريم؟ كنت فين ايه؟ انا موجود والله. بس بقالنا كتير قوي مشتاقين. بصي هقول لك حاجه، الناس تقعد تقول لي كده، بس انا مثلا في الخمس سنين اللي فاتوا انا عامل 7 افلام و 3 مسلسلات تقريبا. ايوه ايوه 4. بس انت مقل برضه يعني، انت مش اكتف قوي صح؟ انت بقول لك عامل 7 افلام و4 مسلسلات في 5 سنين. مقل ايه؟ فين المضرب حاجه؟ لا ما تضربنيش خلاص خلاص، انت مش مقل. لا هي بس انا في حاجات منهم ان انا عملت مسلسل في انجلترا فسافرت. أوكي. ده سيزن ما عملتش فيه رمضان. أيوة. والسنه اللي فاتت برضو كنت هعمل رمضان وبعدين جالي الفيلم اللي عملته بره اسمه سواح، هيتعرض 2019. أوكي. ده فيلم لوكسمبورجي بلجيكي. نعم. مصري. ايه ده، احكي لي عن اكسبيرينس دي شويه. دي كانت من احلى الاكسبيرينسز بصراحه. جت ازاي وحصل ايه ده؟ اكشلي في مخرج مصري لوكسمبورجي اسمه ادولف العسال، كتب سيناريو بقاله سنين عن دي جي مصري. أوكي. بيروح بلجيكا. نايس. وهو في طريقه هناك بيتزنق في لوكسمبورج من غير باسبور ومن غير فلوس ومن غير تليفون. بس هو فيلم كوميدي. والواد ده بيتبهدل بقى. أوكي. وبيحاول ان هو يوصل للحفله بتاعته. ماشي. المسابقه الدي جي العالميه اللي هو رايح. اوكي. بس فبيقابل بقى شخصيات كتير وبيتلط لطات كتير مع ناس برضو لاجئين. طب وده حصل ازاي؟ حصل انه عمل كاستنج هو ولا؟ عمل كاستنج هنا وقابلنا كلنا يعني كل الجيل بتاعي. اوكي. وبعدين عملنا اوديشنز وبعد كده بقيت انت الشاب دي جي. بقيت انا الشاب دي جي. اوكي. بس وصورته في لوكسمبورج السنه دي وبلجيكا. نايس. وكان معايا فيه ساره عبد الرحمن. ومحمود الليسي. نايس. واسنال وفي خالد منصور كمان. أيوه. طالع معانا حبيبي. اوكي. فلا في ناس لطيفه. طب ايه تكنيك تكنيك بالتصوير بره في لوكسمبورج مختلف عن مصر؟ اكيد. لا اكيد. ايه المختلف قوي؟ في حرية أكتر. بمعنى أن يعني ما حرية يعني إيه؟ هقولك هحاول ريفريز. يعني مثلا هنا في مصر ممكن بالذات في المسلسلات نبقى تحت ضغط إن طبع. لازم تصور 14 مشهد في اليوم. فأنت مش حافظ الكلام خلاص قلته تمام. طب عايز أعيد ليه؟ حلو حلو. إيه يا جماعة أنا غلطت أصلا ولغبطت وعمالة. لا لا حلو فل. بس طبعا ده في المسلسلات، في الافلام ما بيحصلش كده. في الافلام برضو بس ساعات بيبقى تحت ضغط طبعا طول الوقت. وفي فكره ان المنتج لا انت عندك. ففي لوكسمبورج انا رحت هناك يعني. بيشتغلوا 10 ساعات في اليوم مبدئيا. اوكي. بس ده قانونا. أوكي. يعني اصلا لو اكتر من كده كلنا هنقبض اكتر. الله. فانا رحت قلت لهم ايه يا جماعه انتوا بتشتغلوا 10 ساعات بتعملوا ايه في بقيه اليوم؟ اصلا احنا بنشتغل 16 عادي و14 يعني ممكن ناخد الفلوس دي عادي. ده عادي يعني.
فقلت خلاص بقى هتبقى كده في 10 ساعات وفي ساعه بريك، يعني توتال 11 ساعه. اوكي بس مريحين قوي بقى، 3 مشاهد في اليوم. تزهقش؟ لا 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 خالص. هو الجو برد ف الواحد بيستهلك مجهود عشان بس يبقى موجود، يعني يتنفس وكده، ده مجهود. جو برد قارس يعني. اوكي بس بصراحه كانت تجربه حلوه جدا جدا، والممثلين البلجيكيين واللوكسمبورجيين جامدين، واكتشفتهم يعني الله. اشتغلت مع مشاهير بلجيكيين ما كنتش اعرفهم قبل كده بقى، ماجد يعني الكدواني بتاعهم بقى والناس أوكي. دي اللي هو بس ناس جميله جدا وشاطره جدا، واتمنى الفيلم يعني لما يتعرض في لوكسمبورغ وبلجيكا يجي مصر، لان هو كمان بالعربي. انت بتتكلم بالعربي؟ في هو اربع لغات اكشلي، فيلم غريب قوي، بيتكلم بالعربي في الاول اللي هي الشخصيه بتاعتي قبل ما تروح لوكسمبورغ وبلجيكا، وبعدين في انجليزي ان الشخصيه بتاعتي بتتكلم انجليزي هناك. أوكي. بس مش انجليزي بتاع حمام في امستردام، اي سبيك لندن فيري بيست، لا هو مطلعه شخص بيتكلم يعني وده اللي عجبني في الفيلم، انه مش مطلع كليشيه بتاع المصري اللي مش عارف يتصرف بره، لا هو ولد متعلم كويس بيتكلم انجليزي كويس وكده. اوكي وعايز يكسر الكليشيه ده بتاع المصريين لما بيسافروا، كان قاصد يعني. وفي لوكسمبورغي اللي هي لغه غريبه جدا محدش سالني دي ايه، وفرنساوي. نايس نايس. وانت كنت بتشاور بقى طول الوقت؟ انا بتكلم فرنساوي اصلا. نايس. انت فرانكفوني؟ كنت في مدرسه فرنسيه، بس كان الشخصيه بتاعتي بتتعامل ان هي ما بتفهمش فرنساوي. فالمشاهد اللي كنت بتفرج عليها اللي هي كوميديه وسخسخه من ده، كنت قاعد بمسك نفسي وبحاول ادعي ان انا مش فاهم حاجه. اوكي. طيب تعالى نرجع بقى للخارجي. يس. وتجربه خاصه ومختلفه، وكريم كبر يعني. كريم بتاع احلى الاوقات. احلى الاوقات ايه؟ احلى الاوقات ما اسمه احلى الاوقات، اوقات فراغ. كلها اوقات جميله، هي كانت احلى اوقات. عادي عادي، انا لازم تيجي تقول لي انت بتاع الفيلم الالوان. ايوه بالالوان السما السبعه. احلى اوقات ده كان بنات بس اصلا. العكس خالص، اوقات فراغ. كريم كريم اللي احنا شفناه في الاول خالص، يعني اللي هو كان في الاول خالص، طبعا متابعينك من في ال10 سنين 11 سنه دول، بس قصدي انه كريم وعمر يمكن اقول عشان برضو انتوا لسه مع بعض حتى الان، مختلفين خالص في الفيلم ده، في نيو لوك سواء ليك او لعمر او للجيل بتاعك بشكل عام، وبمنى هلا في نضج فني مختلف، وفي كده ايه الحمد لله. الحمد لله في كبرتوا يا اولاد. احنا كبرنا خلاص، كبرنا عجزنا خلاص اهو، الشعر بيبيض. احكي لي عن اول ما مسكت السكريبت كده واتقال لك انت هتعمل مو اللي هو البطل بتاع، كان ايه الموضوع وايه الاحساس وايه الموضوع؟ بصي هو كلمني احمد في الاول قال لي انا عايزك معايا في مشروع، قلت بس حلو قوي، انا بحب احمد جدا. أوكي. اصلا بحب افلامه يعني. ميكروفون وفرشه، انا بحبه هو كمخرج، مش كل افلامه بحبها، بس قلت يلا بقى. صريح قوي. لا قلت يلا بقى نعمل بقى فيلم كده ايه مستقل جميل. اوكي. من الافلام بقى الايه الفنيه اللي مش عارف. فجاه اخذت السيناريو لقيت فيلم كوميرشال بحت، بيضحك مسلي، احداث كتير، شخصيات كتير، مغامره ما بين ثلاث شخصيات. يس. والحوار حلو جدا، تيمبو مختلف كمان عن اللي متعودين عليه من احمد. فانا يعني مش مصدق. قلت له هو مين اللي هينتج السبكي ولا مين في ايه؟ قال لي لا انتاج حر، احنا اللي هننتج. قلت له طب يلا بينا. بس وعملنا فعلا الفيلم، وكان معانا الكاميرات. ايه ده؟ طب ثانيه، يعني كنت خايف او كنت قلقان شويه من فكره الانتاج، او ده هيطلع ازاي؟ الكلام حلو قوي او الورق حلو قوي بس مش متصور؟ لا لا خالص خالص خالص، ما كانش دماغك خالص. لان بالعكس احمد اصلا كفيلم ميكر هو متعود يشتغل بالطريقه دي. مينيموم كرو، متعود. هو كان كمان ورانا افلام تانيه هياخد منها فكره مش جورني موفي، بس فكره الكاميرا بتمشي ورا الشخصيات وفكره الليله الواحده. احداث الليله الواحده. فهو كان ما عنده المعدات، كاميرات كانون اللي هم سبونسرنج للفيلم، صغيره جدا وبتلقط كويس قوي في الاضاءه. ايوه اسمع ليش. سلامه. فده كان اوريدي حال نص مشاكل انتاج الفيلم. انت مش محتاجه اضاءه كتير، مش محتاجه امكانيات بقى كرين ومش كرين والحاجات دي، لا انت الكاميرا حاجه بجد بتتشال قد كده وبتصور حلو قوي. وممكن نحطها جوه التاكس يعني عادي.
طب الكاركتر اللي انت لعبتها يا كريم، يعني يمكن هي بالناس كتير ممكن لما اتفرجت على الفيلم شافت انه ده حال، بالذات الناس اللي في الميديا طبعا ده حال قوي المخرج اللي بالبروفايل دوت في الحته دي اللي بيلعب، حتى الناس حقيقيه جت يعني لعبت بادوارها في الفيلم يعني بروديوسرز وكده. فالفكره انه انت الشخص ده ممكن يبقى قريب منك وانت بتشوفه صاحبك وقريب من الحاله دي، اللي تعرض له خلال الفيلم، مش عايز احرق طبعا احداث الفيلم اكيد، بس اللي تعرض له خلال الفيلم اعتقد ان هو ده كان هدف اساسي من 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 ان هو يبين الشخصيه دي هتبقى عامله ازاي في في الجيرني دي زي ما انت قلت سميتها، زي في الرحله دي يعني. تفاصيل للشخصيه مغريه ان انت تقعد تشتغل عليها، وانا عارفه ان انت من الناس اللي بتحب من زمان تشتغل على كاركترز وعندك مدرسه في بناء شخصيه وفي تاريخ شخصيه ومتابعينك بتعمل ده. الكاركتر دي تعاملت معاه ازاي، وهل المخرج كان بيقعد يشتغل معاك ولا انت اشتغلت لوحدك انت ومثلا ومنى بما انها البطله اللي قدامك، او انت ومصطفى بما انه برضو بطل قدامك؟ بصي احنا كان هو اسمه مصطفى اسمه شريف، شريف الدسوقي احسن ممثل في مهرجان القاهره. جميل، عظيم عظيم. بس مصطفى في الفيلم احنا هو كان خليط من الاثنين يعني، انا اشتغلت شويه وتقابلت مع احمد كتير، عملنا بروفات فرديه وبعد كده في مرحله هو جمعنا بقى احنا الثلاثه وابتدينا نشتغل ومش بنشتغل على ان احنا نحفظ او كده، لا بنشتغل بنقرا وبنفهم طب ليه حصل كذا، ونقعد نسال اسئله لنفسنا، طب وانا علاقتي بالشخصيه دي دلوقتي ايه، طول الوقت في تطور في العلاقات ما بين الثلاث شخصيات. حتى انا فاكر في مره احمد كلمني وكنت قاعد قلت بقى ايه اقعد كده ايه احفظ شويه كلام وافكه وبحس ان انا ايه يعني ممكن ارتجل عليه او كده بعد ما احفظه وبتاع. قال لي لا الارتجال انا بعشقه. هو قال لي كريم انت بتعمل ايه؟ قلت له بذاكر. قال لي بطل حالا، اقفل السيناريو حالا. قلت له ليه؟ قال لي مش عايزك تحفظ خالص. أوكي. قال لي انا عايز حتى لو لجلكت وانت بتصور انا عايز ده. اوكي. انا عايز ان انت طبيعي وعايز يعني كان بياخدنا مثلا قبل التصوير بيومين نعمل بروفات. أوكي. فنعمل نقرا المشهد كلنا وبعد كده يقول لنا تمام عارفين المشهد ده عن ايه، عايزين منه ايه، ايه المعلومات المهمه. مثلا ثلاث معلومات في مشهد صفحتين. اوكي. او معلومه واحده في مشهد صفحه مثلا. أوكي. او صفحتين. ف قولوا بطريقتكم ونقفل السيناريو ويلا، ومش عايز ترتيب ومش عايز اي حاجه، وخطوط الحركه والمين هيقول ايه ومين هيرد على ايه ده ما بي يعني خالص مفيش مفيش كيوهات خالص في الفيلم. أوكي. وعشان كده انت كنا بنتكلم قبل ما نطلع على الهواء بتقولي لي في لحظات انا مش عارفه المونتاج ايه يعني. لا بس ردا على اللي كنت بتساليهوني قبل كده ان مفيش تيك احنا خدناه طلع زي التاني. اوكي. مفيش حاجه جت بالترتيب، فده كان صعب جدا. ده كان صعب طبعًا. في المونتاج بس انا كنت مستغرب احمد ازاي هيمنتج ده، بس هو عارف يمنتج يعني. في مشهد لما في الاخر خالص بنعمل العقد بتاع العرفي وكلمنا جيمي وفي بسمه وكلنا بتاع وبقول له ها هتبوسها ولا مش عارف ايه وبتاع فبعدين عملنا خمس مرات المشهد ده في زي التاني ومفيش مفيش مره الحاجه حصلت بالترتيب زي التاني، مفيش مره وقفنا كلنا بالصح زي بعض في التيك يعني بالترتيب. والله مفيش مره يعني مره مش عارف ايه بقى بدخن السيجاره فاديها او جيمي يدياني في الاول ومره يدياني في الاخر كرات بقى مفيش خالص، مره يديها لمصطفى ومره واحمد بتلعبوا واحمد بيصور كل مره بكاميرتين رياكشنات 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 لكل الناس ويعني وشوش الناس كلها. وقال لي قال لنا يا جماعه ما تقلقوش انا عارف اتصرف في المونتاج. هو اصلا عشان احمد مونتير فهو عارف هو بيعمل ايه. اوكي. فكان لطيف جدا احنا شغالين مع حد هو عارف هيعمل ايه في المونتاج، فلو ما تقلقوش دي انا عارف احلها. فلما تيجي تتفرج على المشهد تلاقيه راكب وحاسه ان في حاله كده من هو ده مش الاخراج التقليدي او يعني تحس ان الكاميرا دخيله على الناس دي فاهم قصدي، الناس دي عايشه والكاميرا دخيله، وده كان المقصود من طريقه اخراج الفيلم ده. اوكي. طب احنا عندنا تفاصيل اكتر، عندنا كلام اكتر اكيد عن الفيلم، واللي اتفرج طبعا برضو عنده اي اسئله يبعت مسجز على 1006، واللي عنده اسئله عامه لكريم يبعت مسجز على 1006. وطبعا احلى حاجه في الفيلم ان انتوا كنتوا طول الوقت قاعدين في التاكسي بتسمعوا ايه يا
انتوا معا عيش صباحك مع لبتن مع مروان أدري وزهرة رب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مكملين معاكم وانا مكمله مع كان يمين نضحك انا وهو بقى ايه اوف اير وبنتناقش وكده. صباح الفل بسنت محمود, بتصبح على احلى خفه دم. الله ميرسي يا بسنت وصباح الخير عليك. ده استاذ وليد طبعا بيقول صباح الشوكولاته والمكسرات. صباح الفل يا استاذ وليد يا حبيبي انت. طيب احنا مكملين ولسه بنتكلم عن ليل خارجي, الفيلم اللي موجود بالسينمات, وزي ما كنا بنتكلم عن مو او شخصيه جلال, وبنتكلم عن الكيمستري بقى. لسه ما جيناش للكيمستري بقى. كيمياء لطيفه جدا. انتوا صحاب اصلا يا جماعه؟ انا ومنى اكشلي اشتغلنا مع بعض في بالالوان الطبيعيه في 2008. يس. فاحنا نعرف بعض ايه ده, احنا 2018 يا لهوي 10 سنين 10 سنين نعرف بعض من 10 سنين. اها. وفي كان يعني احترام متبادل ما بيننا وبنحب شغل بعض جدا. فا اوريدي ده كان حاصل متحقق يعني. اوكي. لكن شريف الدسوقي كان اول مره نقابله. وانا احمد هو مين اصلا شريف؟ شريف ده بقى قصه بجد مبهره جدا. شريف ده اتولد في مسرح مبدئيا. اه يعني طبعا. لا لا مش مجازا, هو اتولد في مسرح. اوكي. امه ولدته في المسرح حبيبي. واهله كانوا شغالين في المسرح, ابوه كان بيشتغل مسؤول عن مسرح مال بياخد باله منه وبينظف وبيعمل كواليس والحاجات والكده. فهو اتولد في المسرح وبيعمل مسرح من وهو صغير وحكاه و و و و و بس كل ده انا عرفته بعدين يعني. انا كنت اللي انا اعرفه ان احمد قال لي في ممثل اسمه شريف الدسوقي اسكندراني هيلعب الدور. قلت له طب ليه يا احمد نجيب حد جديد, طب ما نجيبه وبتاع. قال لي كريم مفيش في السن ده في الرينج ده حد هيظبط الدور ده ويخليه حقيقي زي شريف. وبعدين اي حد هيجي هيبقى بيمثل. انا مش عايز حد يمثل. اوكي. قلت له ماشي. اوكي لو انت شايف كده انت المخرج يعني. اوكي. فقابلنا شريف, انا قعدت مع شريف واتكلمنا وبتاع. اول ما شفته حسيته مصطفى. ايه ده هو. انت جايب مصطفى ولا ايه؟ ده هو. وبعدين طريقه كلامه مش عارف ايه. وفجاه هو كان محرج طبعا في الاول ومخضوض ان هو هيمثل وهيعمل بطوله فيلم, وكان مخضوض برضو قاعد بقى في يعني كان في الاول انتميديتد شويه مننا او في خضه كده رهبه شويه. ويا استاذ ويا فنان. قلت له لا بقول لك ايه, هتقعد تعمل لي الحبتين. قلت له انسى الكلام ده, انا كريم ودي منى ويلا بينا. وكسرنا ده من اول يوم. اوكي حبيبي. ف وهو اصلا يعني راجل جميل واكبر يعني, عيب ان يبقى فيه حتى ما بيننا الاداء بتاع حضرتك ومش عارف ايه بس كسرنا ده. وابتدينا نشتغل وهو بصراحه عنده يعني كميه عنده زخم في المخزون من الحواديت وفي الحكي ومن الشارع عظيم. فكان طول الوقت بيرتجل. انا عايز اقول لك ان هو مرتجل في شخصيته دي اللي هو خد عليها جائزه احسن ممثل بجد كان يستحقها. هو مرتجل قد اللي طلع في الفيلم مرتين بس. هو بقى لازم نحجم ما انا كان لازم نقصر بس كان في حاجات حلوه حلاوه. ومفيش برضه زي ما كنت بقول لك مفيش مشهد زي التاني. فمره يستخدم معايا اسلوب ومره تاني يستخدم معايا اسلوب تاني تجربه. ومره يحكي لي حدوته ويقول لي انت عارف احنا بنقول عليك ايه في اللوكيشن يا استاذ مو. انت وسط البني ادمين ليه؟ عشان انت بتفهم البني ادمين وهم مش. ويبلفني كده وانا بقى بقعد اضحك. ايوه. فده تمام, ده شغال مع الشخصيه برضو ان هو عمال بي. فلا كان في حاجات كتير كان نفسي تبقى موجوده, كانت حلوه جدا جدا. الديوريشن بيلعب دوره. بس طيب هسالك عن يعني احنا بنتكلم عن منى وبنتكلم عن شريف. رجوعا بس بتقولي كان في كيمستري ما بيننا. ما انا لسه جاي انا لسه مكمله في الكيمستري. يعني الكيمستري برضو مش بس عند منى وشريف يعني, برضو احمد مالك في الفيلم كان برضو دوره عظيم ومشهده معاك عظيم او مشاهده معاك بشكل. كان في كده فريندشيب حصلت وفي كده لطاء كيمستري. هي دي اللي بن
بنقول عليها كيمستري. وطبعا طبعا لازم عمرو عابد بذره بذره بالظبط كده. اكيد انت لما بتشتغل مع صحابك بتطمن ولا ايه كريم؟ ولا انت بتقول مش هشتغل غير بصحابي؟ ما بقاش خلاص والله ما بقاش الدنيا دي ما بقاش فيها امان. الدنيا دي ايه اللي ايه بقى ايه بتحصل؟ مفيش صاحب يتصاحب. بيحصل ايه؟ بتمشي ازاي؟ بصي انا كنت مطمن جدا في الاول وعمرو اللي هيعمل الدور وبتاع وكده. وبرضو هي بتيجي ازاي كريم بجد؟ بيكلموك عشان انتوا مع بعض على طول مثلا صحاب؟ لا خالص 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 بصراحه. انا اول ما الدور ده جه انا ما كنتش شايف عمرو خالص يعمل الدور. ايوه لان الراجل البلطجي اللي بيعمل شعر فما كانش ده في بالي خالص. انا كنت متخيله اصلا راجل اربعيني فكنت بدور في السكه دي. اوكي. وبقول لاحمد اقتراحاتي وبعد كده جه قال لي ايه رايك في عمرو؟ صاحبي قال لي عمرو عابد. نعمل عمرو. قلت له والله هو ممكن بس اوكي. فبعت له وفعلا عمرو عجبه الدور. قلت له شوف هيقول ايه. احنا عرضنا برضو يعني في كذا حد من اصدقائي عرضنا عليه ما حبوش فكره انه يلعبوا البلطجي وبتاع. بس هو بلطجي مختلف ودمه مختلف خفيف خالص. ومرعب في نفس الوقت محافظ اشعار. ف عمرو وافق وابتدينا ابتدى يشتغل وعملنا بروفات. فانا كنت مطمن يعني ان في الاخر مش هتهان قوي يعني. يعني صديقي هياخد باله وهو بيضرب. هياخد باله يعني في برسبكتيف مختلف. وكنت قلقان انا شخصيا انا هرياكت ازاي لما عمرو يحاول يبقى يخضني وكده او يعني يهني يعني. كنت هضحك يعني كنت بضحك في البروفات بصراحة. كنت عمال اضحك اللي هو يا عم انت فيا كده ومش عارف ايه وبتاع. فجينا في التصوير لقيت عمرو عابد تحول تماما وعامل كاركتر مخيف جدا ومركز جدا. وابتدى بقى يعني احنا بقى بناخد ورش تمثيل مع بعض بقالنا 7 سنين بنتدرب على حاجة اسمها ميثود اكتنج مع مجموعة من الممثلين يعني منهم مالك وكده. ده برضو ردا على سؤالك ايه اللي حصل؟ أيوة. كبرنا ازاي؟ لا احنا بنشتغل على نفسنا كممثلين يعني احنا وجيل كامل من الممثلين يعني. اوكي. فعمل حاجة بقولك مختلفة تماما وفاجئني وخوفني وابتدى يعمل ضربني بجد اولا وابتدى خد ال تراب من على الارض وحطه على وشي في وسط المشهد. وهو بيجرب هو يعني هو الشخصيه بتلعب بيا دلوقتي وهو كعمر بيلعب بالشخصيه. فعمل حاجه مختلفه وما كانتش متوقعه وانا اتخضيت فعلا. انا الرياكشنات بتاعتي انا كنت مرعوب ده بجد. لا 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 مش هنهزر بقى احنا بنصور. بالظبط. لا ولحظه لما خد السيف وكان هيضربني بيها انا قلت بقى عمر بقى ايه هيجود ويكمل بقى. وانا لسه عندي تصوير وعندي مستقبل عايزه يعني عايزه اكمل اعمل افلام ثانيه. انا شخصيا راكور. انا بس لا يعني انبسطت جدا. انت بتنجوي ان انت بتستمتع ان انت تشتغل مع صحابك يعني. طبعا ده الهدف. لا ولا مالك لما عرفت ان هو هيجي وان احنا مش عايزين نحرق احداث الفيلم. لا 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 مش هنحرق. بس انا انبسطت جدا مالك يعني لان هو دايما ايه عنده تاتش كده لطيفه فظيع حضور بيضيف عظيم حاجه كده لكل الكاركترز. هو اصلا الكاركتر كنت بحكي لك كان من الاول كاركتر مكتوب كده مكتوب حلو قوي. فانبسطت ان هو وافق ان هو يعمله لانه خلاه يلمع اكتر. طيب هنرجع بقى نتكلم عن بقيه الحاجات. وعندنا نصيب اسمتك وعندنا حركات تانية برده جديده. لانج 1006 رقم الاسم. بس ارجوكم ابعتوا اسئلتكم لكريم اسم فنان نجم الشيب اللي منورنا النهارده. هنطلع فاصل ونرجع تاني على طول. انتوا مع عيش صباحك مع لبتن مع مروان ادري وزهره رب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب مكملين معاكم. واحمد من القاهره ليه مش بتمثل مسرح عامه وفينك من الكوميدي ونصيحتك للي عايز يدخل مجال التمثيل؟ ده حاجات كتيره قوي. ثلاث اسئله في طيب مسج. اخر مره عملت مسرح كان 2013. للاسف ما جاليش اي تجربه او اي فرصه ان انا اعمل مسرح من النوع اللي انا بحب اعمله. حتى احنا كنا لسه بنتكلم على المسرحيه انت كنت شفتيها بتاعت أيوة. قالوا لي هنا أيوة. مسرحيه صامته لمده ساعه ايوه او مش صامته يعني هي مايم بس كان فيها
اصوات وكان فيها خمس كلمات كل المسرحيه فاكره مسخره مسخره فاكره بس ده برضو قديم شويه يا كريم يعني ده قديم طبعا هي مشكله بس المسرح بشكل عام بالظبط اعتقد المشكله اسمه ايه اللي بعد احمد من القاهره احمد المشكله ان دلوقتي المسرح للاسف انحصر في نوع واحد بس او المسرح التجاري اتحصر في نوع واحد بس اللي هو الكوميديا الافيه ورق افيه او سكتشات وللاسف بقى كمان لما يعني بقى بس في مسميات كوميديا الافيه يعني في كوميديا موقف كوميديا الافيه انت شاطر في الافيه لا انا ما بعتبرش نفسي شاطر في الافيه خالص وردا على سؤالك يا احمد انا عملت مسلسل كوميدي بس انا كنت متخفي فيه محدش عارف عنه اي حاجه من كتر ما انا كنت متخفي وحتى الممثلين اللي عارفيني جم اشتغلوا ما كانوش عارفيني لما شافوني الشاش في قطن شفتي بقى عملت دكتور جون وأرشجعك بشدة تخش على اليوتيوب وتتفرج لحد الحلقة 22 فقط لشان دي أكتر حلقات مكتوبة حلوة وبصراحة صريح قوي كريم فظيع وأنا عملت المسلسل كله ما عملتش فيه إفيه كنت يعني ده الرد الفعل اللي جالي كنت من أكتر الناس اللي بتضحك يعني كان بالنسبة لي أن أنا هدف أن أنا مش هقول إفيه بربع جنيه ومش هعمل مدرسة المدرسة دي وان انا حاول اضحك بس من الموقف او من الشخصية من منطلق الشخصية يعني حتى الافيهات اللي انا قلتها في ليل خارجي اللي هنسميها افيهات هي انا بالنسبة لي انا بتعامل معاه ان هي مش افيهات هو انت ده كريم او الشخصية بتتعامل مود دلوقتي بيقول ده طبعا اللي هو انت عارف ده اسمه ايه ده اسمه بس يا راجل هو انا ابن امبارح لا يا راجل كريم ادينا في ده نفسي اكمل الحلقه على خير باذن الله ان شاء الله نخش على السؤال اللي بعده واسالك انا بقى على نصيبي واسمتك ودي تجربه مختلفه وبقى لها فتره يعني كانت ايه كانت حلوه كده كذا حد يعني هي الفكرة تجربة الحلقة حلقات الصغيرة في قصة ملمومة تحس ان هي فيلم قصير بس على مسلسل دي تجربة جديدة ولذيذة وحلوة كده هو تعمل حاجة بسرعة كده وتخلص بدري بالزبط. بدري وتمشي انا اشتغلت في نصيبي واسمتك عشان كده انا حابة الموضوع كان في كده السريع في السبوبة لا مش سبوبة بس يعني نخلص القصة بدري بدري وفي نفس الوقت نهايلايت الكاركتر احكي لي عن القصة بتاعتك وازاي يو جوت اكسايتد ليها وحضرت لها ازاي ورد الفعل عامل ايه بصي هم كلموني قالوا لي كريم احنا بنصور المسلسل اصلا وبيتعرض وعندنا خمس حلقات شايفينك فيهم في شخصية كاس اللي هي شخصية كريم اللي هو اللي بيخون وهنصور الأسبوع الجاي أنا ما بحبش خالص أشتغل بالطريقة دي خالص أنا أول حاجة لما حد يجي يقول لي إحنا أقول لهم هنصور إمتى يقولوا لي السبت الجاي أقول لهم يعني مبروك ليكو وبالتوفيق وشكرا وأنا من غير ما أقرأ أنا ماليش في جو يلا هوب هوب فبس خدت الورق قريت أول حلقة لذيذ كريم رحت داخل في الثانيه في الثالثه في الرابعه في الخامسه قريت كله خلصت هم خمسه في وكانوا بعتوا لي تريتمنت عجبني قوي قلت لهم يلا بينا أوكي. قالوا لي كريم يلا يلا ورحت مضيت اتفقت عجبتني جدا شخصيه كريم دي اللي انا لعبتها اللي هو بيخون صاحبه بس هو المفروض على الورق يتكره يعني او ممكن المشاهد يكرهه انا عجبني فكره انت ازاي بقى انا اخلي الشخص ده يتحب. عنده فعلا عنده دوافع يعني ويتحب يعني ما يبقاش ان انا شرير لمجرد الشر انا اي حاجه فيلن وخلاص كليشيه الفيلن فكره يعني في دراستنا في التمثيل واكيد انت عارفه ده لانك درستي تمثيل برضو لما يبقى عندك شخصيه المفروض كريهه او فيلن هنقول او شخص فيه العيوب كلها حاولي تدوري فيه على حاجة كويسة وتبينيها والعكس صحيح لو شخص ملائكي جميل ده يبقى كاركتر ممل جدا صح. فين الغلط يعني او الديفو بتاعه او فين العيب اللي فيه وبرزيه فانا كان بالنسبة لي تحدي ان اخلي الشخص ده اللي هو هيتكره بسبب افعاله ان هو يتحب بسبب
انسانيته علاقته مع البنت. يعني الناس كتيرة كانت وهي بتبعت لي رسائل بتشتمني بتحبني في نفس الوقت، اللي هو ايه تقول لي انت ازاي تعمل كده في صاحبك، بس انت وشيري لايقين قوي على بعض. ما هو دي المشكله، هي دي الفكره. إن والموضوع بتاع الحلقه حقيقي جدا. في ناس كتيره بتتجوز بسرعه هوب 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 عشان عايزه تتجوز، عشان ترضي اهلها، عشان مش عارف ايه، عشان المجتمع بيقول خلاص احنا داخلين مثلا على ال 30 فيلا نتجوز. وفجاه بيستعجلوا، وكان لو استنوا سنه او اتنين كانوا هيقابلوا البني ادم ده والشخص ده. فده في رايي ده حاجه مهمه جدا بيتكلم عنها المسلسل بشكل غير مباشر. بيتكلم عنها القصه دي. انت عاده بتحب تشوف المختلف في الكاركتر اللي بتلعب عليه دايما؟ ما لازم. وبحاول انا مش مساله فكره المختلف، بحاول ان انا اخلي اي كاركتر بعمله يبقى ريليتابل بمعنى اكتر. تعالى نترجمها ان الناس تشوف نفسها في الشخصيه. يعني انا عايز ان وانا بعمل الشخصيه دي يبقى في غيري وهو بيتفرج يقول ده انا ايوه. انا حاسس بالشخصيه الصراع اللي هي حاسه بيه، ومتفاهم ليه ممكن يحب البنت دي، او متفاهم ليه هو ممكن حاسس بالذنب ان هو بيعمل كذا، وهكذا في اي شخصيه بعملها يعني. طب كريم هنطلع اخر فصل ونرجع نسال طبعا. اخر اسئله طبعا. و1006 رقم الاس ام اس استمروا في اسئلتكم. شغلي لي اغنيه ايه بس؟ عايز تشغل يا ليالي. انا نفسي فصل اغنيه لك. ماشي هنطلع فصل ونرجع تاني. انتوا مع عيش صباحك مع لبتن مع مروان ادري وزهره رب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كريم قبل ما نمشي، نفسك لسه تمثل ايه؟ ادوار عامله ازاي؟ ايه لسه؟ شفت سؤال مفاجئ جدا. قبل ما نمشي ايه الادوار اللي لسه تمثلها؟ نفسي امثل تاريخي جدا. تاريخي في دور كاركتر معين نفسك تمثله مثلا؟ ايه الكسندر بس ايه؟ نفسي امثل، كان في فيلم زمان بتاع انطونيو بانديراس عمله اسمه The 13th Warrior، وهو على روايه ايوه اسمها Eaters of the Dead with the 13th Warrior. طبعا فانا جبتها وقريتها، وحلمي من وانا صغير ان انا اعملها. أوكي. بتاعت الـ الـ المحارب العربي اللي بيروح مع الفايكنجز. اوكي دي هموت نفسي اعملها. انا نفسي انت تبقى محارب العربي؟ طبعا. طب هتلعب جيم وكده ولا تعمل ايه؟ لا هو اصل شفتي انطونيو بانديراس كان عامل ازاي؟ لا انطونيو بانديراس كريم. انا مش بقارن نفسي. كريم. مش بقارن نفسي. بحبك قوي قوي والله بحبك قوي. بس قصدي هو ما كانش عامل فورمه. مش قصدي لو انا يعني لو انا عديتها. مش قصدي يا مش قصدي يا زهره مش قصدي. انا قصدي ان هو مش عامل فورمه، وبعدين كان في دايما عاملين الكونتراست ما بين المحارب الفايكنج اللي هو الجتة والمحارب العربي اللي هو الرفيع عنده حته كده شيك وذكي ومتعلم في العصر ده. وكان الحصان بتاعه اصغر والسيف بتاعه رفيع وعنده كده الحركه بتاعته حتى وهو بيحارب قلت هم بقى عبالة لما يشيل السيف ويحطه ورا ظهره ويضرب التاني يكون العربي ده خلص غزو خمس غزات مثلا. اوكي فبالعكس يعني شايف نفسي، ونفسي اعمل بقى حاجه تاريخيه بقى بحصنه في انت التاريخ كرة. عندك حصنه عايز تبقى على حصان؟ عايز على حصان. اي دور بحصان اي حد سامعني من المنتجين اللذاذ الكرام اوكي انا عايز فارس بجواد مش بلا اوكي طيب وفي حاجه الفتره اللي فاتت اتفرجت عليها كان نفسك تعملها قوي؟ يعني كان نفسك تبقى فيها قصدي عمل؟ ما بقاش عندي الاحساس ده يعني غير مثلا بره مثلا بس لا يعني نفسي طبعا اعمل بقولك اكمل شغل برا، اعمل نتفليكس شو. نفسي طبعا. نفسي حلمي اعمل نتفليكس شو. عايز امثل تاني في انجلترا، انبسطت جدا بالشغل مع الانجليز. عايز امثل تاني في اوروبا يعني بشكل عام. عايز تطلع برا اكيد. وفي نفس الوقت عايز اعمل مسلسلات ان شاء الله يا رب. يعني في بقى ايه جديد بقى؟ ده السؤال بقى لازم هو انا عمال اقرا دلوقتي فلسه ما اتفقتش على حاجه رمضان الجاي ان شاء الله، بس مش هينفع اتكلم في تفاصيل ولا حاجه كده ولا كده. لا اصل انا بؤمن جدا بالعين والحسد وانا مش هكون صريح. انا هكون صريح والله. اوكي فانا عاجبني قوي، ولما حاجه بتعجبني ما بتكلمش فيها غير لما اكون مضيتها تتم. وحتى
بعد ما امضيها ممكن اكلمش عنا اصور اول يوم وابقى عندهم على الخام وباركور واقبض العربون واقول يا جماعه انا بصور. ايوه انا معاك يعني ربنا يكرمك يا رب وتكمل على خير وانا معاك خلاص مش عايزين نعرف دلوقتي. بس الحاجه الثانيه بقى اللي هي ممكن اتكلم عليها اللي جايه وفعليا وتم يعني ومشغلين فيها هي ولاد رزق 2. واو انت مش متابعه ولا لا؟ انا مش متابعه تصدق. اولاد رزق 2 فعلا نفس الكاست ونفس كل حاجه ان شاء الله. الاربعه بنت وكل ده احنا الخمسه. خمسه كمان لان في فشاوي وداود وعمرو يوسف واحمد عز وانا. ايوه فاحنا خمسه سينتنضم الينا. ايوه سينتنضم الينا. ايوه ايه بقى مفاجاه جديده. تايسون هينضم لنا. تايسون كان برضو موجود بس هو كانت رفت فهيحصل كده هيرجع هيرجع رجوع مختلف. اوكي وفي مفاجآت بقى كتير يعني في نجوم كبيره قوي قوي في نجمات نجمات ونجوم هيجوا في الفيلم يشاركوا في الجزء الثاني يعملوا ادوار الفيلنز. مش هتقول لنا مين خالص. مش هقدر بقى. اوكي يعني اكلم الاستاذ طارق واخد منه الاوكي وبعدين تقول لنا هم كمان مضوا لان اتفاقات في ناس اتفقت بس لسه ما مضتش. اوكي لا مستنيينه جدا طبعا اولاد رزق بنفس الكاست بنفس كل حاجه بنفس موسيقى التسويق. ممكن هشام نزيه برده بليز. أكيد. اوكي اكيد اكيد هشام نزيه. اوكي وهيبقى اكشن اكتر و يعني هنستنى هنستنى جدا 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 ونستنى برده في رمضان الدور اللي عجبك جدا باذن الله. خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش فهنقوله هنا في عيش صباحك. ثانك يو كريم دايما وابدا بسعد لما بشوفك ببسط. انت من جيلي فببسط جدا دايما. والله ببسط طول الوقت ما بشوفك كده بتكبر وبتعمل حاجات حلوه فانا سعيده بيك جدا. طب انا لو في جيلي بتقول لي ببسط بيك لما بتكبر حاسس ان انا قاعد مع طنط. لا يعني بنكبر سوا كده. ايوه ايوه لا مقدر يا زهره وبجد انا سعيد ويعني حاجه كده انترفيو يعني مسلي ومليء بال حياه. ايه ده الالارم بتاعي يا جماعه انا اسف قدامها عايز صحياني للطبيعي الساعه 10 انا هروح انام بقى. ميرسي كريم وباي باي 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 وميرسي المشاهدين ومستمعين مشاهدين والمشاهدين صح اللي بيتصورونا بكاميرا ويا رب يكون صباحكم حلو ويبقى يوم سعيد عليكم ويكند جميل عليكم وروحوا اتفرجوا على الفيلم ليه الخارج. يس بالظبط كده. كنتم مع عيش صباحك مع ليبتون مع مروان أدري وزهرة رامي على نجوم FM ونجوم FM TV.